3 2 1. اللي بيجي على بالي لما حد يقول لي كلمة قوة العقل. القوة بالنسبة لي انك تكون انسان عطوف مع القوة، انك تكون انسان طيب مع القوة دي. القوة شيء حلو جميل، عشان القوة دايما بربطها بالعقل او بالتفكير الصح، لان بحس ان فعلا القوة في تفكير الانسان وفي عقله مش في جسمه او في حاجة تانية. الايمان بحاجة او الايمان او الحياة بايمان عامة، دي حاجة بتدي قوة للانسان قوي. اقف جنب حد محتاج ان انا اقف جنبه او محتاج ده ومش متوقع ده من ولا مني ولا من غيري، ساعتها وقتها بحس بالقوة. طبعا خليك طيب وعطوف وقوي في نفس الوقت، يعني اربط ده بده.